الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين وجزاه الله عنا خيرا وأكرمه الله ورفع قدره ودرجته عنده. ما زلنا في ذكر الأعلام الذين ذكرهم في رسالته، واليوم مع عالم منهم وهو أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق الكبير. الفاتحة لروحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاك الله خير. وده مصري الحمد لله، يعني من ضمن الأكابر المصريين، ومدفون في مصر. فين مش عارف، عايزين نبقى نبحث، لكن هو مصري ومات في مصر. كان من أقران الجنيد، يعني يبقى كان في القرن الثالث الهجري، وهو من أكابر مصر. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت الحسين بن أحمد يقول: سمعت الكتاني يقول: لما مات الزقاق انقطعت حجة الفقراء في دخولهم مصر. يكتب في الهامش يقول: أي أن الفقراء، وده اسم بيطلق على المريدين السالكين، وسموا فقراء لظهور افتقارهم إلى الله، لا لظهور افتقارهم للخلق، لا إلى الله. فكان في ظاهرهم متقللين، ولكن غير مفتقرين إلا إلى بارئهم سبحانه وتعالى. فبيقول الفقراء انقطعت حجتهم في دخولهم مصر، لأن مصر بلد خير، خير دنيوي قبل ما تبقى فيها حاجة. فاللي يدخلها وهو أصلا متقلل من الدنيا، الناس يقولوا ده تنازل عن فقره وأراد الدنيا، لأنها بلد كلها أرزاق، وهي مطمع إلى يومنا هذا، بالرغم ما فيها من مشاكل إلا منها ما زالت مطمع، فهي طول عمرها بلاد فيها خيرات عظيمة. وعلشان كده الفقراء كانوا بييجوا مصر لما كان فيها سيدنا أحمد بن نصر الزقاق الكبير، عشان يستزيدوا معرفة ووصولا إلى الله، لا للغرض إلى الأرزاق المادية، ولكن إلى الأرزاق المعنوية الروحانية. فبيقول لما مات ما بقاش ليهم حجة، لو دخلوا مصر يقولوا ده جايين للخيرات الدنيوية، فانقطعت حجتهم. وقال الزقاق: من لم يسحبه التقى في فقره أكل الحرام المحض. يعني في حال افتقاره إلى الله والتقلل من أعراض الدنيا، إن لم يكن عنده تقوى وتوقي وبعد عن شبهات، أكل الحرام المحض. ولكن لابد إذا كنت سلكت طريق التقلل في الدنيا، بقدر تقللك من الدنيا بقدر ما يزيد احتياطك في التعامل مع الشبهات، لأن الإنسان الفقر نوع اضطرار، الفقر في ذاته نوع اضطرار. والمضطر يقول لك حتى المضطر يركب الصعب، والمضطر يأكل الميت، ويبتدي يترخص بقى يقول لك ما أنا مضطر بقى، ده الميت للمضطر جائزة، فما بالك أنا بقى وأنا مش هاكل ميتة، أنا هاكل أكل في ظاهره مباح. فيقوم يقع في الأمور المحرمة، لأن الأمور المحرمة أنواع: محرمة لعارض ومحرمة لذاتها. المحرم لذاته اللي هو المعروف، زي أكل مال اليتيم، زي أكل الخنزير، أكل الميتة، الدم المسفوح، الأشياء اللي ربك سبحانه وتعالى حرمها بوضوح لذاتها، دي محرمة لذاتها، ودي لا يقربها الفقير أصلا ولا تخطر على باله. ولكن المحرم لعارض هو ده اللي بيحتاط فيه لنفسه. والمحرم لعارض أن يكون طعام مباح أكله إلا أن مصدره من مال حرام، هو ده بقى المحرم لعارض، هو ده اللي بيورث قسوة في القلب، هو ده اللي بيصد عن الترقي مع الله عز وجل. لأن قد تدخل اللقمة الحرام أو الشبهة في جسد الإنسان تمنعه يمكن قيام الليل سنوات، تمنعه استحضار القرآن سنوات، تمنعه حلاوة الذكر سنوات، وهي لقمة واحدة، مش وجبة، مش وجبة كاملة، لا ده لقمة واحدة. فعلشان كده الاحتياط فيما يدخل الجوف
ويستر البدن أمر عبادة مهجورة في هذا الزمان. ولما هجرت هذه العبادة قل ظهور الأولياء وقل ظهور الصالحين، لأنها بتمنع الترقي وبتمنع الوصول إلى الولاية. وقال الزقاق: من لم يصحبه التقى في فقره أكل الحرام المحض. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد العزيز يقول: سمعت الزقاق يقول: تهت في تيه بني إسرائيل مقدار 15 يوما، يعني في سيناء كانوا بيخرجوا رحلات كده يسيروا في الصحراء بعيدا عن الناس متعبدين متخشعين حتى لا ينشغلوا بما سوى الله. فهو الظاهر خرج في سيناء فتاه في صحراء سيناء اللي هو تيه بني إسرائيل 15 يوما، يعني معناه لم يطعم ولم يشرب 15 يوما. ما هو التوه في الصحراء معناه هلاك، تبقى مش عارف الطريق جنوب شمال يوصل لإيه، تمشي صحراء على مدى الشوف كده في جميع الاتجاهات كأنك في بحر. يعني التوه في الصحراء كالغرق في المحيط بالضبط، يهلك. وفتاه 15 يوما معناه يعني لم يطعم شيء ولم يأكل شيء 15 يوما. فلما وقعت على الطريق، لحد ما وصل للطريق بقى اللي هو اللي مطروق يعني في ناس، فعرف يقدر يسأل بقى، فسمي طريق لأنه مطروق. فلما وقعت على الطريق استقبلني إنسان جندي، يعني واحد من الجنود، وانت عارف الجنود وبتوع الشرطة طول عمرهم لا يتحروا، يعني تبص تلاقي ايه اديك انت بتشوفهم يخشوا السوق يلموا البضاعة من الجماعة اللي قاعدين عشان مش قاعد في السوق، قاعد مثلا على الناصية قاعد بتاع نظام بقى، ويروح لامم كل البضاعة دي وياخدوها في القسم يقسموها على بعضهم ياكلوها وياخدوها لعيالهم، فما يتحروش، ما عندهمش التحري والتوقي ده. طول عمر الشرط كده على فكرة، طول عمر مش بتوعنا بس على فكرة، كل بلاد العالم. ما تفهمش ليه ما عندهمش حكاية المال الخاص دي يحترمه، هو طالما وقع مالك تحت طائلة القانون صار مباحا له، هو بيعتقد هذا وتربوا على هذا. للأسف مش شرطة مصر بس، شرطة العالم كله على مر العصور من أيام حتى المماليك وقبل المماليك، وشغلانة مش سهلة الحكاية دي. فهو لما وقع بقى في الطريق ووجد الطريق وخمسة عشر يوم لم يطعم ولم يشرب، دليل إن كان زاده الذكر، لأن كان ده دليل الكمال الروحاني، لأن الإنسان كلما كمل روحانيا كلما قل احتياج الجسد إلى الزاد. استقبلني إنسان جندي فسقاني شربة من ماء فعادت قسوتها على قلبي 30 سنة. ده أكبر دليل إن هو عنده حساسية شديدة، إنه يستشعر إن شربة المية دي اللي خدها مع شدة في عطش 15 يوما في صحراء أثرت على قلبي هذا التأثير. فده أكبر دليل على إنهم كانوا ناس واصلين مع الله إلى درجة عالية من المراقبة ودرجة عالية من الهمة التي يجعله يستشعر. الناس يقول لك بياكل مال النبي ويحل بالصحابة، مش بيقولوا كده، ولا يشعر بأنه عمل حاجة ولا ويشعرش أبدا، لكن شوف ده شربة مية حس بقسوتها في قلبه، يعني حس ان هي أثرت على ترقيه وحاله مع الله 30 عاما، فضلت في جسمه 30 سنة، حاجة عجيبة الشكل. فما بالك بالحرام الصرف، إذا كان دي شربة ماء محرمة لعارض وهو لم يأخذها من حرام، بل آلت إلى الجندي من شبهة، ثم تصرف الجندي بعد ذلك فيها بالصدقة فلم يحللها برضه، بالرغم هذا لم تحل له. فما بالك اللي بيأكل الحرام المحض يعمل إيه في جسده؟ علشان كده ما هو الثوب لما يبقى أسود كل ما يقع عليه قذورات ما تشوفهاش، انما كل ما يبقى نقي يبقى اقل حاجه تبان على طول. فهذا دليل على نقاء قلوبهم، بحيث ان الشبهه اثرت اكثر من تاثير الحرام في قلوب غيرهم، يبقى ده دليل كمال نقاء قلوبهم.
ومنهم أبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي. الفاتحة لروحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط لقي أبا عبد الله النباجي وصحب أبا سعيد الخراز وغيره شيخ القوم وإمام الطائفة. سيدنا أبي سعيد الخراز صاحبه يبقى مقارن للجنيد لسيدنا الجنيد، لأن سعيد الخراز كان في عصر سيدنا الجنيد، يبقى كان في القرن برضو الثالث الهجري، في أواخر القرن الثالث الهجري. لقي أبا عبد الله النباجي وصحب أبا سعيد الخراز وغيره شيخ القوم وإمام الطائفة في الأصول والطريقة. مات ببغداد سنة 91 و200. تعرف سيدنا الجنيد مات 270، يعني يبقى معاصر لسيدنا الجنيد. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد يقول: سمعت عمرو بن عثمان المكي يقول. ركز في كلامه بقى، لأنه ده راجل في الأصول، ده راجل علمه في الأصول. أصول يعني إيه؟ يعني علوم العقائد المتعلقة بالألوهيات، دي عند الصوفية لما يقولك ده عالم في الأصول يقصد المعنى ده، إن هو راجل متخصص في الأمور المتعلقة بصفات الله عز وجل وما تعلق بالتوحيد والأحدية، يعني فتح عليه في هذا المجال. فشوف بقى كلامه يقول إيه في هذا المجال. كل ما توهمه قلبك، كل ما توهمه قلبك أو رسخ في مجاري فكرتك. وفي رواية أو سنح، رسخ أو سنح، رسخ يا إما استقر، وسنح يا إما كعارض جاء في فكرك. أو رسخ في مجاري فكرتك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو أنس أو جمال أو ضياء أو شبح أو نور أو شخص أو خيال، فالله تعالى بعيد من ذلك. ما تفتكرش إن الله كده، مهما كل ما خطر ببالك والله على غير ذلك، لأن كل ما خطر في بالك مخلوق، والله ليس بمخلوق أصلا. حتى لو جالك نور، ضياء، هاتف، شيء من هذا، قد يأتيك الهاتف على لسان الحقيقة، لكن هذا هاتف على لسان الحقيقة للإرشاد وليس هو لسان الحق. في فرق بين لسان الحقيقة ولسان الحق، فرق كبير. فالله على خلاف ذلك. ألا تسمع إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، والكاف هنا إما زائدة يعني ليس مثله شيء، أو تكون كمثل مثله وتبقى غير زائد، ليس كمثل مثله شيء. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ذاتا وصفاتا وأفعالا كله، وإن كانت هي خاصة بالذات أعلى، ولكنها هي أيضا تستطرق بهذا كله. فكل ما تعلق بالله من صفة وغير ذلك فهي ليس كمثله شيء، ليس كأحد. وقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد، كفوا أحد، ثلاث قراءات، يعني لم يكن له مثيل ولا مكافئ. والمراد من كل هذا أن الله مخالف للحوادث. تقراها كده في علم التوحيد يقول لك إن الله مخالف للحوادث. للحوادث يعني المخلوقات، كل ما هو مخلوق، كل ما يخطر في باله. وعشان كده بناء على هذا قالوا ان الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، لان الموجودات الحادثة التي خلقها الله اما جسم او جوهر او عرض، ما فيش حاجة رابعة. اي حاجة في الدنيا في الاكوان كلها يا اما جسم يا جوهر يا عرض. فاذا كانت هذه الاشياء كلها هي الموجودات مخلوقة، فالله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. على شكرا ما تيجي تقول للجماعة الوهابية الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، يقول لك جبتها منين؟ هات لي آية، هات لي دليل، هات لي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هات لي واحد من الصحابة قال الكلام ده. جاهلة.
جهلة. واخد بالك ازاي الجهلة ليه بقى؟ لان الله سبحانه وتعالى عرفوه بالعقل. ده الناس اللي ماشيه في الشارع يقولوا كده، اللي ما دخلوش حتى الازهر يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. وربك قايل في القران ليس كمثله شيء. والعقل لما ادرك الموجودات المخلوقه وجد انها ثلاث انواع بس، يا جسم يا جوهر يا عرض. والله ليس كمثله شيء، يبقى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، بالعقل. هو مفيش عقل؟ طب هات انت كده، طب جدول الضرب ده في مختلفين احنا فيه؟ طب 9 في 9 بكام؟ ب 81. طب هات لي حديث كده النبي قال 9 في 9 ب 81. طب هات لي آية بتقول لنا 9 في 9 ب 81. جهل. جهل يعني. أهي دي زي دي، ما تكلموا بالعقل يوم يقول لك هات لي آية وحديث، يعني أنا بكلم بقى مجنون؟ حتى المجنون بيعرف برضه حاجات ساعات يبقى مدركها في أحوال في أطوار. ما هو العقل محل إدراك العلم، مش العقل مناط التكليف؟ طيب وربك عرفناه بالحكم العقلي. ما هو أصل في حاجة اسمها حكم عقلي، وفي حكم، وفي حكم شرعي، وفي حكم عادي بدهي، واخد بالك؟ وفي حكم بقى إيه، مش شرط تقليدي، حكم متعلق بأهل كل مهنة، واخد بالك ازاي؟ يعني الأحكام في النحو غير الأحكام في الطب غير الأحكام في الفلسفة، فكل مهنة ليها أحكامها، واخد بالك؟ فنيجي مثلا نقول، لما نيجي نقول في حصة النحو يدخل علينا واد وهاب، نقول الفاعل، نقول مثلا ايه؟ أكل الطالب التفاحة، الطالب فاعل. يقول يا اخي ده الناس دي مشركين، الفاعل هو الله. فهمت ازاي؟ لان هو مش فاهم، احنا بنتكلم في احكام النحو وهو مخه في احكام العقائد. فالفاعل عند علماء النحو هو الذي قام بالفعل، سواء اي فعل يسموه فاعل ويبقى مرفوع عند علماء النحو. لكن عند علماء الاصول التوحيد الفاعل هو الله، ما فيش فاعل تاني. يبقى يختلف حكم المساله من 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 اهل مهنه لأهل مهنة تانية، ومن أهل علم لأهل علم تاني، وهكذا. فإحنا عندنا الأحكام إما أحكام عقلية أو أحكام شرعية أو أحكام عادية. والعادية يدخل فيها البدهي ويدخل فيها العلوم المختلفة كلها. لماذا لم نعرف الله بالأحكام الشرعية؟ ولماذا لم يجعل الله الدليل عليه هو الحكم العادي البدهي، ولكن جعل الدليل عليه هو الحكم العقلي؟ لأن الحكم البدهي قد يخطئ الإنسان فيه، والحكم الشرعي يختلف باختلاف حال المكلف واختلاف الظروف. فالحكم الشرعي بيختلف باعتبار حال المكلف، أما الحكم العقلي فلا يختلف على أي حال من الأحوال، ويتفق عليه كل الناس، يتفق عليه كل العقلاء بجميع اللغات، وغير قابل للاختلاف، ثابت. فالحكم العقلي ثابت. ولما كان الله سبحانه وتعالى باقي دائم فكان الدليل عليه شيء باقي دائم وهو العقل، الحكم العقلي الذي لا يختلف عليه اثنان. فإذا اختلفوا يبقى أحدهما عاقل والتاني مجنون على طول، وإذا كان مجنون يبقى رفع عنه التكليف. فهمت ازاي؟ ده السبب ان ايه، ربك عرفوه بالعقل مش بالشرع، بالعقل. وجاء الشرع مطابقا للعقل، ما يضرش، لان الحكم العقلي اما ثلاث احكام بس، الحكم العقلي ثلاث احتمالات بس، واجب ومستحيل وممكن. يعني العقل يحكم على الاشياء اما انها واجبة او مستحيلة او ممكنة، ما عندوش رابع. يعني العقل ما عندوش اربع احكام، لكن خش في النحو تلاقي احكام كتيرة قوي. المرفوعات من الاسماء، اقعد بقى عيش فيها سنة تدرس. المنصوبات من الاسماء، المجرورات من الاسماء، تقعد في باب الاسم لوحده، والاسم ثلاث انواع بس، لكن اللي هو ايه، مضمر وظاهر و و و وايه تاني، مضمر وظاهر
وإشاري زي ذا، وضمير زي هو، وظاهر زي محمد، وغبام الأسماء كده مش هتخرج عن هذا المعنى. لكن خش فيها بقى تلاقيها بحث، في منها مرفوعات وفي منها منصوبات وفي شغلان. نخلص دي نخش في الحروف، والحروف تقضي عمرك فيها وما تخلصهاش، لأن سر اللغة كلها في الحروف، في علم الحروف، لأنه حرف يدل على معنى في غيره، فبقى لا في ذاته، يبقى يختلف على حسب الغير ده. فشغلانة كبيرة لدرجة ان قالوا سر اعجاز القرآن كله في الحروف اللي فيه. وبعدين تيجي تخش خلصت الاسم والفعل، تخش في الحروف، في الافعال، في الافعال شغلانة برضو موال، وانواع ومضارع وامر وتقسيمات كتيرة متعلقة بالزمان ومتعلقة ببناء الفعل ومتعلقة شغلانة علم النحو بقى، احكام كتيرة. طيب خش في احكام الطب، شغلانة، ده انت تقعد تدرس سنين طويلة، وبعد ما تدرس سنين طويلة بعد 10 سنين يتضح النص اللي درسته ده اتغيرت نظرة العلماء ليه وبقت شغلانة تانية. كل شوية تتغير، واحكام كتيرة ما تخلص، والهندسة نفس الحكاية وكله. لكن العقل احكامه 3 بس ما تتغيرش، ثابتة، اما واجب او مستحيل او ممكن. فربك سبحانه وتعالى جعل العقل دليل للوصول إليه من النظر في العالم، فكان العالم علامة على وجود خالقه بالعقل، لأن العقل يحيل أن يكون هناك فعل بغير فاعل، وأن تكون هناك حركة بغير محرك، مش كده برضو؟ هل ممكن لو جاء حجر دخل كده وطار كده وراح خابط في الإزاز ده كسره، أنت شفت اللي رماه؟ لكن أكيد في واحد رماه، ولا جري لوحده الحجر؟ لو قلنا لو واحد قال لا ده جري لوحده، نقول له ايه؟ نقول له انت مجنون. يقول لك اصل انا ما شفتش اللي رماه، طالما ما شفتوش يبقى مش موجود. نقول له انت مجنون. فانت شفت العالم، والعالم مملوء حركه، ولا يدعي احد في العوالم انه يحرك نفسه. كويس؟ يبقى لابد ان يكون هناك محرك. فاللي بيدعي ان انا ما شفتش ربنا يبقى ربنا مش موجود، زي اللي بيقول لك ان الحجر ده اتحرك لوحده، انت تقول عليه مجنون ولا مش مجنون؟ مجنون. تدخل بيتك تلاقي البيت متوضب والاكل محطوط على السفره ومفيش حد، تعرف ان في حد دخل قبلك وضب الحاجه، صح؟ لان انت سايب البيت الصبح متلخن، وجيت بعد كده بالليل لقيته كل حاجه متستفه في مكانها والاكل ومتغطي. تنادي ما تلاقيش ولا بني ادم، تقول خلاص ده الاكل اتطبخ لوحده، وتجا من السوق كده لوحده، ودخل وحط على البوتاجاز لوحده، واتغرف لوحده، يبقى ده مجنون. فاللي ينكر وجود الله عز وجل بعد النظر في الاكوان يبقوا مش عقلاء، بحجه انه لم يره او لم يلمسه. علشان كده الناس قال لك ايه؟ ربنا عرفوه بالعقل. ادي المعنى. فلما العقل يقول لك إن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، لأن هذه الأشياء كلها مخلوقة، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يبقى خلاص كلامهم مظبوط، كلامهم يطابق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويطابق القرآن. وربك في القرآن دل على العقل كثيرا، قال إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أفلا تسمعون، لأن وسائل العقل السمع والبصر والتدبر، واخد بالك ازاي؟ وهكذا. فيبقى ربك دل على هذا كله. عشان كده العلماء اما يقول لك ان الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، كلامهم مظبوط، مطابق للقران والسنه، ومطابق لما عليه جميع العقلاء على مر العصور. وعشان كده اما بيقول كل ما توهمه قلبك ليس بمعنى الوهم عند المناطق، وهو ادراك الدرك الطرف المرجوح، ولكن كل ما ظنه او شكه او توهمه. فهمت ازاي؟ يعني كل شيء ولو كان، لان الظن ادراك الطرف الراجح، والوهم ادراك الطرف المرجوح، والشك هو ادراك الطرفين بتساوي، واليقين ادراك احد الطرفين. ان كان مطابقا للواقع سمي يقين او حق، وان كان غير مطابقا للواقع سمي جهل، واضح؟ او ضلال، سمي ضلال. وعدم الادراك الجهل،
عدم إدراك أي شيء يبقى جاهل. لكن لو أدرك وإدراكه هذا غير مطابق للواقع يسموه ضلال. زي النصارى أدركوا أن هناك إله، كلام كويس، ما هو لابد أن يكون هناك إله، ده شيء كويس. لكن هذا الإله اعتبروه أنه جسم وأنه يحل في الأكوان وأنه حل في سيدنا عيسى، يبقى هذا غير مطابق للواقع، يبقى نسميه إيه؟ ضلال. وعشان كده ربنا سموهم ضالين، لأن هم أدركوا وأخطأوا فيما أدركوه، يبقوا يسموهم إيه؟ ضالين. بخلاف من لا يدرك شيء نسميه جاهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جهل، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، اللي هي وسائل الإدراك اللي بيها بعد كده تعرف تدرك. كل ما لا لا ما يتعرفش، ما هو الشرع ده اللي على العقل، مش الشرع ده اللي على العقل. ايه هو الشرع؟ مش الكتاب والسنة والقرآن مليان أفلا تتبرون؟ ده الآيات التي تدلك على النظر في الأكوان. واسأل الدكتور زغلول النجار يقول لك الآيات التي تدل على النظر في الأكوان أكثر من الآيات التي تدل على الأحكام. آيات الأحكام 500 والقرآن 6200 حاجة و30 آية، وآيات الشرع الشريف كله فيها 500 آية بس. طب والباقي حاجات أشياء عجيبة سبحانه. فيبقى ربك دلك على مخلوقاته وقال إن في السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، آيات لأولي الألباب. وقال لك التفكر في مصنوعات الله عبادة، والتدبر في مخلوقات الله عبادة، وهكذا. كل هذه الأشياء ليه؟ لأنها توصل إلى أن هناك حكيم أوجدها، ومدبر دبرها، وخالق خلقها، وبارئ صورها، وهكذا. فتدلك على هذا كل أيضا. ليس كل إنسان، ليس كل الناس بحاجة لهذا، لكن قطاع عريض من الناس يحتاجون هذا الأمر للوصول إلى الله أولا. فإذا استعمل الشرع الشريف بعد الوصول إلى الله بهذه الأدوات لا يحتاج هذه الأدوات. أنت للوصول إلى هدفك تحتاج سيارة توصلك تركبها، فلو وصلت لمنزلك مش محتاجة بقى تنزل منها، صح؟ كذلك إذا وصلت إلى حضرة الله عز وجل ما احتاجتش بقى كل هذه الأشياء. فاللي بيقول لك احنا مش محتاجين هذه الأشياء لأنه وصل، واللي محتاج هذه الأشياء طالب الوصول لسه. وربك سبحانه وتعالى رب جميع العباد. وعلشان كده لما أحد الناس العلماء قابلوه في بغداد، جاي بيقابلوه ناس كتير، وهو ست من العارفات، فبتسأل مين ده؟ قالوا ده فلان اللي عنده ألف دليل على وجود الله. هي ست من الأولياء، يقول سبحان الله، أفي قلبه ألف شبهة ليعلم بها وجود الله. يعني هي نفسها تعجبت، هي ست بسيطة لا راحت لعلم، هي مش شايفة أي شبهة، ربنا موجود خلاص، ده واضح، ده هي متعايشة، بقت متعجبة، إيه العالم ده اللي معاه ألف دليل على وجود الله؟ ده حاجة غريبة أوي، علم لا ينفع بالنسبة لها، لكن ينفع من في قلبه شبهة، وهكذا. ده عندنا عند أهل السنة. يعني الشيء القبيح اللي هي اللي حكم الشرع بقبحه، لا العقل بقبحه. لا، العقل هنا يقبح ويحسن ما قبحه الشرع. لأنك مثلا بعقلك أنت تقبح أن يكون الإنسان عليل، مريض، فقير، مش لاقي ياكل، أعمى، عاجز، تقبح. طب ليه يا رب خلقته عاجز؟ ليه خلقته فقير؟ ليه طفل صغير لسه مولود يا رب أم وأبوه يموتوا والواد يتلطم؟ طب ما تخليه له أبوه وأمه، هتعدل على ربك؟ فلما تيجي تحكم العقل وتختار القبيح والحسن بحكم عقلك تعترض على الأقدار. فهمت ازاي؟ وعشان كده ربك قال ايه؟
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وسيدنا رسول الله قال في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإن أغنيته أفسدته. علشان يعلمك إنك أنت لا تقبح شيء بعقلك، ولكن سلم الأمر لربك، هو الذي يدبر ويختار ما يشاء. فهمت؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أنت لو الأمر بإيدك أنت بعقلك، كل الناس تبقى مستغنية. اديهم يا عم فلوس كله، طب ما ربك أغنى منك، طب ليه ما اداهمش؟ لأنه يعلم ما يصلحهم. تصور أنت كده لو كل الناس عندها ما يكفيها وزيادة، وأنت جوعت هتطلع تلاقي رغيف عيش؟ مش هتلاقي واحد يسهر طول الليل يخبز عيش. هيخبز ليه؟ ما هو معاه فلوس. يشتغل ليه طول الليل يعني؟ ما يروح ينام. والتاني يخرج ليه؟ يزرع. والتالت يخرج ليه؟ يصنع. فهمت ازاي؟ هتجد الحياة كلها بقى ايه؟ هتاكل فلوس انت وهتلبس فلوس؟ مش هتستقر الحياة. لكن ربك سبحانه وتعالى جعل الحياة بطريقة بحيث ربط مصالح الناس بعضها ببعض، ونوع الامكانيات العقلية والميول، علشان كل واحد في اي مجال يحتاجه يجد الاف بتقوم بيه، يجد الاف قايمه بيه. طب اطلع انت كده عايز تشتري قميص عشان تستر بيه عورتك عشان تصلي، روح السوق تلاقي الاف الموديلات والاف الانواع والاف الاشكال. وربك مخلي ناس قاعده تتنافس في صناعه الانسج وصناعه مش عارف ايه كل ده ليه؟ عشان المصلي لما يروح يستر عورته، يستر عورته بثوب يتجمل بيه، مش مجرد انه يستر عورته بس، لا ويتجمل بيه كمان. فهمت ازاي؟ مش كل ده بقى نعمة؟ قبل ما يمرضك يخلق الأدوية ويخلي ناس قاعدة موفرة عمرها كله عشان يدرسوا الأمراض ويدرسوا مش عارف ايه ويعملوا كليات الطب ويتنافسوا. وحتى الراجل من دول يبقى نفسه ابنه يطلع دكتور، يبيع اللي وراه واللي قدامه ويدفع له عشان يطلع دكتور. علشان قبل ما يمرضك يكون معلم لك ملايين الدكاترة اللي هتعالجك. ويخلي لك الناس الاغنياء ينشئوا المستشفيات عشان تلاقي مستشفى تلمك. واخد بالك ازاي؟ وعربيات الاسعاف شغاله، وكل ده قبل ايه؟ ما يقدر عليك ان عربيه تخبطك او تتزحلق رجلك تتكسر، او كل ده مدبره لك ومرتبه لك سبحان. فالاكوان مترتبه بطريقه بحيث الحياه تستمر وتستقر. فليس في الابداع في الامكان ابدع من مكان كما قال. وعلشان كده لو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض، كله يبغى على بعض، لكن ايه؟ اراد ان يتخذ بعضكم بعضا سخريا عشان تستقر الحياه. فهمت ازاي؟ كل ما توهمه قلبك او رسخ في مجاري فكرتك او خطر في معارضات قلبك من حسن او بهاء او انس او جمال او ضياء او شبح او نور أو شخص أو خيال، فالله تعالى بعيد عن ذلك. افهم. لحسن ساعات تقرأ للأولياء يقول لك سارة من أهل الكشف، ومتصور أنه بقى بيشوف ربنا عيانا يعني؟ من أهل الكشف. أهل الكشف على الحوادث والمخلوقات. فهمت إزاي؟ إنما الله سبحانه وتعالى لا يدركه مخلوق، بل العجز عن الإدراك هو كمال الإدراك في الله عز وجل. يعني العجز عن إدراكك كماله هو عين الإدراك، لأنك لو أدركت أحط، وإذا أحط قهرت، والله محيط قاهر، فكيف تحيط به علما؟ ربك يقول ولا يحيطون به علما. فكرك أهل الجنة هيحيطون بالله علما؟ والله ولا أبدا. وإنت في الجنة لم تحيط بالله علما أيضا. فكرك سيدنا جبريل رئيس الملائكة يحيط بالله علما؟ ولا يحيطون به علما. كل مخلوقات الله لا تحيط بالله علما، يتفاضلون في كمال معرفتهم بالله لا بكمال إدراكهم لله. فلما كان نبينا أعلى الخلق معرفة لله وبالله، كان أخشانا لله وكان أعلانا قدرا. فيتفاوتون أهل الله بمعرفتهم بالله لا إدراكهم لله عز وجل، لأن لا يدرك، لا يحاط به علم سبحانه وتعالى، بل العجز عن الإدراك هو عين الإدراك.
لأنه كلما ارتقيت في تقديس وارتقيت في تنزيه كان الله فوق هذا التقديس وفوق هذا التنزيه، فتصل إلى مقام يسمى الحيرة. فإذا وصلت إلى مقام الحيرة سلمت واعترفت بكمال العجز، فعدت من حيث بدأت، وهكذا سبحانه وتعالى. لكن الجماعة الوهابية متصور ان ربنا في السماء فوق كده وجسمه تشاور له بتاع، وعلشان كده لم يقدروا الله حق قدره. فلما حرموا من قدر الله حق قدره، حرموا من تقدير رسول الله حق قدره، ثم بعد ذلك حرموا من تقدير المسلم حق قدره، فلم يوقروا النبي وكفروا المسلم المعتاد وجسموا الله عز وجل، كل ده من شاءوا انهم لم يقدروا الله حق قدره. خايف يعظم النبي؟ لحسن لو عظم النبي هيبقى إله. النبي مهما عظمت فيه مخلوق مقهور، فكيف يصل إلى مقام القاهر؟ فعظم ما يهمكش، لأن أنت بتعظم مخلوق، بينه وبين الخالق إيه؟ لا مقارنة، لأنك تقارن العدم بالوجود، تقارن الضعف بالقدرة، فلا مقارنة أصلا. لكن هم عندما لم يقدروا الله حق قدره خافوا من تعظيم المخلوق، ظنا منهم أن تعظيم المخلوق يرفعه إلى مقام الخالق. هذا محال، ده مخلوق، كيف يصير المخلوق خالقا مهما عظمته؟ ولذا ربك سبحانه وتعالى أراد منا أن نعظم أشياء مخلوقة، لأن الله سبحانه وتعالى بعلمه يعلم أن الموحد مهما عظم المخلوق ويعلم أنه مخلوق فما زال عدم، ما زال مقهور ضعيف. وعشان كده قال لك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الكعبة مش مخلوقة؟ ما احنا بنعظمها، بنعظم حجر، مش هنعظم النبي؟ شيء عجيب. يقول لك سد الذرائع، طب ما لو سد الذرائع ما كان نبينا كان يمنع الطواف حول الكعبة وتعظيم الحجر، لأنه كان في عصر يعبد الحجر، ما كانش حقه يقبل الحجر بقى. يقول لك سدا للذرائع، بعد 1000 سنة بقبلوه، بلاش الأيام دي عشان حديث عهد بجاهلية، ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. لكن هم عندهم حساسية في غير موضعها، وسدا للذرائع في غير موضعها. انظر إلى الله عز وجل مع سيدنا عيسى بن مريم لما أحيا الموت، قال له إيه؟ قال له كل حاجة بإذني، تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، كله بإذني بإذني بإذني، كل شوية بإذني. طب ما هو بإذني واحدة مرة خلاص تمشي. لكن في سيدنا إبراهيم ما قالش بإذني خالص، قال ثم ادعوهن يأتينك سعي، ما قالش بإذن، لأن الله يعلم أن سيدنا إبراهيم لن يعبد من دون الله، فمش محتاجة سدا للذريع. لكن الله عالم أن سيدنا عيسى سوف يعبد من دونه، فأراد أن يسد الذريع في مظنه، فكرر بإذن 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 للي يفهم. فما تيجي أنت تسد الذريع سدها في مظنها، تسد الذريع في مظنها، فهم يسدوا الذريع في غير مظنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعد، ودعوة النبي مستجاب. تيجي ليه تمنع تشد الرحال للقبر الشريف مخافة أن يعبد؟ يبقى في غير مظنها، لأن قبر النبي خلاص لن يعبد، يبقى في غير مظنها. روح شد الرحال، قبل القبر، اتمرغ فيه، لن يعبد. فهمت ازاي؟ النبي قال لن يعبد، خلاص لن يعبد، صح ولا لا؟ يبقى في غير مظنها. تيجي انت تحرم شد الرحال للقبر الشريف مخافة الشرك، طب بهذا المنطق والعقل هتحرم الحج وتحرم الطواف حول الكعبة وتحرم تقبيل الحجر، ما هو كلها برضو ما تؤدي الى عبادة غير الله، لكن في غير مظنها. فلما كانت في غير مظنها تركها النبي. فيبقى الانسان لازم يكون عنده بصيرة، زي سيدنا ابن عطاء الله السكندري لما قابل ابن تيمية في مصر هنا في الازهر، كانوا معاصرين لبعض، قال له لما تحرم شد الرحال للقبر الشريف ولقبور الاولياء؟ قال سدا لذريعة
الشرك. قال إن كانت المسألة لسد ذريعة الشرك لسد الذرائع فلا بد أن تكون الأمور في مظنها، وإلا لأمرنا بإخصاء كل رجل لم يتزوج مخافة أن يقع في الزنا، ولأمرنا كل زارع أن لا يزرع العنب مخافة أن يصير خمرا، ولم يقل بذلك أحد. فهمت ذا؟ فرد عليه سيدنا بعطاء الله، فهم مش واخدين بالهم. اللهم لا تجعل قبري، ده بيقول لهم لا تجعلوا قبري عيدا، انما الثاني اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لكن النبي وجه لامتي قال لا تجعلوا قبري عيدا. العيد بيجي مره في السنه ولا مرتين؟ يعني ما تجعلش قبري تجيلي مره في العمر او مرتين، يعني تعالى لي كتير. طب يحتمل، اقعد انت بقى. انا شايفها كده انه كانه بيقول لك مش تزورني مره ولا مرتين في السنه، زورني كل ما تيسر، والا هتعملني عيد. ما هو العيد ما بيتكررش في العام الا مرتين. ايه رايك في المعنى ده؟ مش محتمل؟ كانه بيقول لك تعالى لي كتير بالغيظه فيهم. انا بجيب لك المعنى عشان اغيظهم بس، لكن في معاني ثانيه كتير، بس انا بحب اغيظهم ساعات. ايوه. ايوه طبعا، اصل هم الاصل مبدا ان هم لم يقدروا الا حق قدر، بس من الاصل مبداها كده. من درج يعني ايه عدم الرحمه يا عين الرحمه؟ عدم الرحمه من حيث ادراكك انت، ولا من حيث فعل الله؟ أنت قد لا تدرك الرحمة في الأشياء وهي موجودة، وقد لا تدرك الحكمة في الأشياء وهي موجودة. ولذا أهل السنة اعترضوا على المعتزلة أنهم أرادوا أن يحيطوا بالرحمة في الأشياء وبالحكمة في الأشياء، فيجعلون العقل هو الذي يحدد الحسن والقبيح. لكن أهل السنة قالوا لا، سلم الأمر لله، لأن قد يكون الأمر مكروه في ظاهره وهو في حقيقته كله حكمة ونفع، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فقد تكره بالعقل ما فيه النفع لك. وضربوا مثال كالدواء، الإنسان يكره الدواء ويكون فيه الشفاء، مش كده برضو؟ فالمسألة مش مسألة أنك أنت تقبح وتحسن بعقلك، ولكن أنت بعقلك تصل لصدق الشرع، فإذا وصلت بعقلك إلى صدق الشرع فسلم واستمر مع الشرع، واعلم أن الله حكيم لا يتصرف إلا بحكمة سبحانه وتعالى، والحكمة مطابقة لفعله، وفعله ليس من وراء الحكمة، بل الحكمة هي التي تطابق فعل الله. لأن لو كانت الحكمة سائقة لفعل الله لكان فعل الله مقهورا بالحكمة. فهمت ازاي؟ والله قاهر. الحكمة توافق الفعل وليست هي دافع الفعل، وليست هي علة الفعل. فلو قلنا أن الحكمة هي علة أفعال الله لكانت الحكمة تملي الأوامر على الله عز وجل. فهمت ازاي؟ تكون قاهرة له، ولكن الحكمة توافق الفعل فقط. يأتي الفعل فتجد الحكمة حيث الفعل، ولكن ليست الحكمة إلا للفعل. فرق كبير، خلافا للفلاسفة الذين قالوا أن الحكمة علة أفعال الله. دول فلاسفة كفر، واللي تيجي تقراها قد تغيب عليك تفتكر أن كلام صح. أبدا، ده كلام كفر. لما يقولك الحكمة علة الفعل، الفعل الإلهي، ده كفر، لأنه صارت الحكمة سائقة لله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى الحكمة تطابق فعل ولو لم تدركها أنت. وبهذا الإسناد قال: العلم قائد والخوف سائق والنفس حارون بين ذلك جموح خداعة رواغة، فاحذرها بسياسة العلم وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد. شفت الجمال؟ العلم سائق، اللي بيقودك في طريقك الى الله بالعلم، والا من غير علم يبقى جهل.
ولن تصل الى الله بالجهل. يبقى العلم سائق قائد، يعني العلم قائد هو اللي يقود، لان مش شرط كل قائد يكون بيسوق، لان ممكن تقعد جنب السواق وتقول له يمين وشمال تبقى انت اللي قائد، مش كده برضو؟ فالعلم يقود.